غريب هيك انك تشوف تو كوين كاسل وكاسل هنا وكاسل هنا، تقول زعما كيفاش تطلعوا هذا؟ لا هي لا دي تشيس بانكم في واحد الماتش، هذا هو الماتش. صراحة انا ما عرفتش بزاف، ولكن نوريكم كيفاش هما فيهم بزاف ديال ستان. هذاك ستان ديال تشيس 920 فيه بزاف ديال الحوايج، بحال مثلا هنا كيما قلت لك، هنا فاش كتاخد هذا الباون هذا كيولي عندك لتحت، هو فاش هو كياخد داك الهورس، ها هو تيكون عنده عاوتاني هنا الهورس. انا غناخد الهورس هيكون عندي هنا، يعني ديك لي بيس اللي كتاخد ليه هو كيكون عندك حتى نتا فاش كتعاود تلعب بيه. اوريكم مثلا كيفاش، بحال مثلا انا غندير ليه تشيك، غنعاود ندير ليه تشيك بالهورس، ها هو الهورس نجيبوه من هنا نهزو ونحطو هنا تشيك. فهي اللي كدير تشيك، فهو خدا هداك حتى انا جربتها هنا تشيك هنا عاوتاني يمكن ليا نهز. الى نشوف هنا هما عندي هنا دو باونز وعندي كاسل، يعني يمكن لي ندير هنا كاسل. كيف فكرت الى درت هنا كاسل تشيك هياخدو ليا، شنو درت؟ درت الباون جبتو هنا، جبت واحد تشيك ما يقدرش ياخد هذا. زعما ما يقدرش ياخد هذا حيت محمي بالهورس ومحمي حتى بالكوين، يعني يقدر ياخد هذا. فاش خدا هذاك طلعت هذاك نيت، ولا يمكن لي نيت عاوتاني نهز هذا ندير هنا تشيك. هنا تشيك، ولكن حيت هنا كنت محتاج ربح هنا كنت درت تشيك بالكاسل. فاش خديت لي الكوين عاد هنا طلعت هذا، وهاو ديجا هنا عندي كوين. حيت خديت لي كوين هاو ديجا ولا عندي كوين، عاود غادي نهزو ونحطو هنا كالصالة. مش شحال ولا دابا عندي؟ شوف انا شحال، 26 لي بوان. صراحة انا معجبنيش بزاف، لانها كتاخد البيس وفي نفس البيس كتعاود تلعب بيه. هو صراحة شطرنج شطرنج كتبغي استراتيجي، يعني كتلعب داكشي اللي مشالك صافي، خصك تقلب على باش غتعوض. وباش متنساش اللي عجبك في الفيديو دير لايك.